عسلامة ومرحبا بيكم في غسات جديدة. اليوم باش نعملو مع بعضنا ملوخية بالعلوش، بنينة وسهلة برشا. دونك خديت الزيت، كل واحد عينو ميزانو، فما شكون يحبها مزيتة برشا، فما شكون ما يحبهاش مزيتة. انتوما وتحبوا كونتي تزيد تحكموا فيها كيما تحبوا، انا حطيت كمية متوسطة خاطر ما نحبهاش تزيدني مزيتة برشا. باش نحل ملوخية في الزيت البارد، الغاز ماهوش يخدم هنايا. خديت 8 مغارف، انتم ما تتحكموا في الكمية، المغارفة تعمل صحن. ونحلها في البيت، ومن بعد نشعل عليها الغاز بشوية ونقليها دوب الليش، ما تقلوهيش برشا خاطر تجي مرة الملوخية معناها عمدتها على التقلية متاعها، هذاك السر متاعها، لازمكم تعرفوا كيفاش تقليوها من الأول. وهنايا في نفس الوقت حطيت ماء سخون يغلي، يتم نقلها الماء سخون وتوا نقلي في ال جيتش نقول عصيدة نقلي الملوخية قاعدة جست شوية، ومن بعد طول باش نمرقلها. انا كيفاش نقلي بصراحة نحسب حتى يكشي لاثناش، 1 2 3 هكاك حتى لي نوصل لاثناش، ومن بعديك نمرقلها الماء سخون خاطر ما لازمش تقلى برشا، كل واحد وطريقته. ولا هنا صبيت لها الماء يغلي، ديما نمرقو بالسخون. وزيت صبيت لها الماء هنايا، نمرقها مليح ودون زون نحركها نتفقدها. هذيك اللحم تاعي انا باش نعملها باللحم العلوش. بالنسبة للفاح خديت كعبة طماطم مقصوصة على 2، رند 4 فصوص ثوم دقيتهم في المهريز، مغرفة كركم صغيرة، مغرفة كبيرة فلفل زينة، مغرفة تابل، مغرفة صغيرة فلفل أكحل. وهنا ما عنديش هريسة عربي، عملتها من غير هريسة عربي، معناها كان عندكم هريسة عربي تزيدوا لها الهريسة العربي، والملح لا خاطر ورق الملوخية مالحة. ونفوح اللحم باش نحط اللفاح هذاك الكل على اللحم. زدت شويه زيت زيتونه باش نخلط بيه باش اللفاح يدخل في بعضه شويه مغرف. كي توصل شطار تياب نحط اللحم. خليتها تيف عقلها على نار هادية، كي قريب تيب كي تخرج الزيت بتاعها تقر زيتها، اختيار شخصي هذا. انا رميت قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر بيسك ما عملت شهريسة عربي، نجم انتي ما ترميش فلفل في الاخر تخليها هكاكا، هذا اختيار شخصي. بالنسبة لي انا نحب نرمي فيها ديما قرن فلفل. الملوخية قرت زيتها بيسك طابت، شارت تكون سهلة الغسيل وما صعبتيش عليكم، نصحكم جربوها راهي ما فيها حتى شيء وبنينه برشا. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوسات، ونتقابل المره الجايه في غوسات جديده.